تحدثوا في هذه الوقفة باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عموما وباسم مجلس أمنائه على الخصوص. الاتحاد العالمي الذي ناصر هذه الوقفة هذا الإضراب من أول لحظة وسعى لتكريسه وتعميمه في كل البلاد وعلى أن يكون العلماء على رأس هذه النشاطات. باسمهم نقف هنا أمام سفارة الاتحاد سفارة الولايات المتحدة الصهيونية لنعلن إدانتنا لكل أفعالها الإجرامية وما ترتكبه من مجازر ومن تطهير عرقي على مستوى فلسطين عموما وعلى مستوى غزة خصوصا. هنا في موريتانيا في هذه الوقفة التي تضافرت فيها الجهود الرسمية والبرلمانية والحزبية والنقابية والطلابية والتجارية كل الفعاليات تقف هنا. الأسواق مغلقة، المدارس مغلقة، المستشفيات مغلقة إلا من الحالات الاستثنائية. كل شيء هنا في موريتانيا يستجيب وخاصة بعد قرار الدولة رسميا تعطيل كل الأعمال الجامعية في هذا اليوم تمكينا لهذه الوقفة ودعما لنجاحها. أشكر باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كل الشعوب الحرة التي هبت لنصرة إخوتها في غزة وخاصة هنا في موريتانيا، ونشكر كل الجهود الرسمية والشعبية التي تضافرت لهذا الاتجاه، ونؤكد أن الزوال والخذلان قائم لا محالة للكيان الصهيوني ولداعميه من دول كأمريكا ومن دول وأنظمة عربية خانعة، كلها إن شاء الله إلى مزبلة التاريخ والنصر للمقاومة، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.